الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، هو الذي نفس محمد بيده، لا هو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. وهذا الباب لا شك أنه باب عظيم، فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد هذا القرآن. وتعاهد القرآن المراد به قراءته ومراجعته وعدم تركه، وهذا الذي ينبغي على المسلم، أنه لا يترك القرآن، فإن كان حافظاً فيراجع محفوظه، وإن لم يكن حافظاً فإنه يجعل له حظاً من هذا القرآن العظيم، يستزيد فيه من النور والهدى وتثبيت الصدور وغير ذلك من المقاصد العظيمة التي شرعت في تلاوة القرآن وحفظه وتدبره. وهذا الباب من الأبواب التي فيها الحث على حفظ القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تعاهدوا هذا القرآن، هو الذي نفس محمد بيده، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، هذا في الحافظ الذي يحفظ القرآن، لأن التعاهد خشية التفلت، التفلت لا يكون إلا في محفوظ، وهذا من الحث على حفظ القرآن، وهذا رد على من يزهد في حفظ القرآن. فحفظ القرآن من أعظم الأعمال الصالحة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له فهو مع السفرة الكرام البررة. قال: وهو حافظ له. وأول الحافظين وأعظم الحافظين للقرآن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحفظ يتفاوت من إنسان إلى آخر، ولكن لا ينبغي للمسلم أن لا يكون له حظ من حفظ القرآن ولو بقدر استطاعته، يكون في قلبه شيء من القرآن يتعاهده لا يتركه أبدا. ولذلك المسلم قد تأتي عليه لحظات يفقد هذه الحواس التي عنده من سمع من بصر، فيأتي عليه وقت لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا أن يسمع القرآن، فلا يبقى عنده إلا ما وعاه في صدره وحفظه، فعندها يستطيع أن يقرأ القرآن من صدره. فلذلك المسلم ينبغي له صغيراً كان أو كبيراً أن يكون عنده شيء من القرآن يتعاهد ولا يتركه، فإن كان حافظاً لجزء فليتعاهد هذا الجزء، جزئين يتعاهد هذين الجزئين، وإن كان حافظاً للقرآن وهذا أكمل فإنه يتعاهد هذا القرآن حتى يموت. لأنك إذا حفظت القرآن هنا يكون بعد ذلك الاختبار والامتحان، هل تثبت أو لا تثبت، هل تواصل أو لا تواصل. وإلى مجرد حفظ القرآن قد يحفظه الجميع، لكن الثبات عليه هذا هو العزيز. ولذلك جاء هذا الحديث: تعاهدوا هذا القرآن، أمر بالتعاهد. ومعنى التعاهد كما ذكرنا أنه يكرر، لا يترك أبدا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، والمراد أن الإبل إذا ربطت وكان صاحبها عندها فإنها تثبت، فإن تركها أو ترك عقالها فإنها تفلت. فالقرآن كذلك في الإنسان المسلم أشد من تفلت الإبل. الإبل إذا عقلتها هل تثبت أو تريد أن تتفلت؟ تتفلت، إلا إذا كنت عندها حتى لا تتحرك، فكذلك القرآن بل هو أشد من ذلك. فعلى المسلم أن يحرص حرصا شديدا أن يكون له حظ من كتاب الله. كتاب الله فيه الهدى والنور،
كتاب الله هو عزنا، هو شرفنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه عزكم فيه شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه من أمته، يعني شرف له وعزة، وسنسأل عن هذا القرآن. فلذلك على المسلم أن يكون له حظ من كتاب الله عز وجل لا يتركه أبدا. ومن أسباب تثبيت الحفظ في كتاب الله سبحانه لكتاب الله سبحانه وتعالى، أولا هذه القاعدة، القاعدة النبوية، التعهد. ولذلك لو رأى الحافظ في كل الطرق لتثبيت حفظه، أول هو التعهد. التعهد هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى طريقة التعهد، كيف يتعهد، هل يقرأ في اليوم جزء، هل يقرأ جزئين، هل يقرأ ثلاثة، هذه طرق أخرى، لكن الأصل كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى التعهد. ومن أسباب تثبيته هذا القرآن في الصدور قراءته في الصلاة، قراءته خصوصا في صلاة الليل، فإنها من أعظم ما يثبت هذا المحفوظ في الصدور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن صاحب القرآن إذا قرأ القرآن أو قام به أناء الليل وأناء النهار ثبت في قلبه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يقم به في الليل وفي النهار ذهب منه. لذلك من أسباب تثبيت الحفظ في الصدور أيا كان هذا الحفظ القيام به في صلاة الليل. ومن أيضا أسباب تثبيت القرآن تعليم القرآن، لأن الجزاء من جنس العمل، وما عند الله أعظم. فإنك إذا علمت القرآن أو سهمت في تعليم القرآن فإن الله عز وجل يجازيك بجنس عملك، وما عند الله أعظم. فأنت إذا سعيت في تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفي إتقان الناس لهذا القرآن، فإن الله عز وجل يجازيك على ذلك بمثل عملك وأفضل من ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا، ونسأله سبحانه وتعالى يجعله حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.